لوكاس، خليني اخدك للاسم التاني، هو محمد صلاح اللي قدم تجربه ناجحه جدا على مستوى المشاركه مع ليفربول، وكان واحد من اهم اللاعبين في الكره الاوروبيه في السنوات الاخيره، بل انه كان هداف البريمير ليج لاكثر من موسم، وحقق القاب زي الشامبيونز ليج وزي البريمير ليج في انجلترا. رايك في تجربه صلاح، وازاي من وجهه نظرك ممكن استغلالها للتسويق للاعبين المصريين، وخصوصا انه المانيا يمكن اكتر دوري على مستوى اوروبا لعب فيه لاعبين مصريين من اجيال كتيره مختلفه. مو نعم، صلاح مو صلاح اعتقد واحد من افضل اللاعبين المصريين في كل العصور كل الاوقات، ليس فقط انه لاعب قوي او لاعب عظيم، لا هو واحد ايضا من اهم اللاعبين الذين ظهروا. هو يصنع الكثير من اجل مصر. ما يفعله وما يحصل عليه محمد صلاح في الوقت الحالي ينعكس بكل التأكيد على مصر كبلد، فهو يظهر مصر في العالم كله بشكل أيضا رائع وقوي. هذا يمثل مصر. مو صلاح دايما، ليس هذه الإنجازات التي يحضرها ليست فقط لمحمد صلاح، نعم للبلد، وهذا يساعد في تسويق لاعبين مصريين في أوروبا بشكل تأكيد. يظهر الإيمج، الصورة، ويعكس الصورة الرائعة عن المصريين وعن اللاعبين المصريين في أوروبا بكل تأكيد.